كنت ادور على المواقع انه موجود عندنا الاشي هذا ولا لا، فانه الاشي خلاني احب اللعب هذا انه كنت اشوف البنات اللي برا، اشوف فيديوهاتهم على المواقع انهم بيلعبوا بوكس عادي يعني، اما عندنا هان مش موجود. وصرت اتدرب وقعدت فتره اللي هي اكثر من تقريبا 3 شهور حوالي، ودربت البوكس تمام واتقنتها 100 100، وصارت عندي خبره اكثر فيها. هنا احنا عندنا بالنادي في صبايا حابين يسجلوا، فبس الشيء اللي كانت عندهم انه ما بدهم مثلا الكابتن انه هو يدربهم، بدهم مدربه انه هي تدربهم. واحنا صار الاشي عندنا في الحوار انه انا ممكن انا ادرب، لان عندي خبرات كتير يعني، صار عندي خبره كتير في البوكس. والحمد لله اعلنوا انه في مدربه بوكس عندنا هان موجوده، والبنات صاروا يجوا يسجلوا، وحاليا هاني بدرب صبايا. اول ما يفوتوا هم بكونوا مش انهم خايفين، لا مش خايفين، بكونوا مستغربين او مترددين انه كيف يكون الاشي، انه يعني مش بتخيلوا حالهم لابسين الكرابس تاع البوكس وانهم يلعبوا على الكيس. الاشي باستغراب شوية، بس مرة على مرة لما صاروا يلعبوا ويتمرنوا ويلاقي الاشي سهل، وصار عندهم حماس اكتر انهم صار هيك انهم يلعبوا اكتر. انا اي واحدة بحسها تعبت وهي وانا بدرب فيها بوقف، اي واحدة صار عندها وجع بسألهم انا بدربها في وجع، تعبتي في اشي وجعك اشي، عشان انا اساعدها في انه ما يصيرش عندها شد عضل او ما يصيرش عندها اي كسر في الايد، انه في عنا بنلبس احنا مشدات للبوكس في الايدين عشان ما يصيرش عنا ولا كسر ولا اشي في الايدين او شد. كان عنا اللي هي الفئة الصغيرة، كان مثلا تمارينهم مثلا الظهر بعد ظهر المدرسة، احنا مثلا الصبايا كان موعدنا مثلا من 4 إلى 5، كان في كمان تمرين للفئة البنات الصبايا أكبر شوية، كان برضو من الساعة 7 أو 6. قليل عدد اللي إحنا عنا، لسه إحنا عملنا إعلانات بس لسه ما وصلش الفكرة للصبايا يعني أكتر. لما الإعلانات تكون أكتر وبعد ما نعمل افتتاح المكان للنادي بتصير الإشي مشهور أكتر، وبصير البنات يكتر عددهم مع إنهم يشوفوا الإعلانات وبيجوا بيسجلوا أكيد. يعني إشي حلو لما يكون عنا إحنا بنت تكون عندها خبرة في الملاكمة والبوكسنج عادي، إيش المشكلة يعني؟ بالعكس إشي حلو، حتى بيعطي للبنت نفسها هي ثقة بنفسها وإن هي قوية، تحس حالها إن هي قوية.